محمد عنده بلان ايه وبيمشي عليها لحد ما يوصل لها، ما عندوش يعني خطط اخرى. فكده طبعا ان احنا لما بنكون وصل لحلمه اللي هو اللي كتير قوي نفسه يوصل له طبعا حاجه مؤثره يعني بالنسبه لنا وبالنسبه له. ف يعني كان لحظه جميله جدا. وجه له رساله تقولي له ايه؟ اولا لازم اقول له مبروك يعني ان هو فعلا يعني هو كان حلم بقاله سنين وان هو يعرف يوصل له معاه الناس دي كلها والناس كلها بتحبه. انا اظن دي من اكبر النعم عليه، الحب الناس والناس بتشجعه فعلا من قلبها. وعايزه اقول له ان هو فعلا فعلا اكتر انسان مجتهد وبيراعي ربنا في كل حاجه بيعملها. حظك كان حلو عليك في الاولمبياد دي وجاب الذهبيه. لا لا مش حظي خالص، ده هو اولمبياد طوكيو. اولمبياد طوكيو كان فضيه، فالمره دي كان ذهبيه، فحظك كان حلو عليها. تقدر تجددي له الدفع ده ازاي ان هو يحافظ عليها ان شاء الله في الاولمبياد الجايه؟ بص، هو الدفع احمد بالذات مش بيحتاج حاجه اكسترنال او حاجه يعني خارجيه عشان يبقى عنده الموتيفيشن ده. هو فعلا فعلا التشجيع ده بيجي من جواه وبيوصل اللي هو فيه ده عشان اجتهاده فعلا. في ناس حواليه بس هو في الاخر هو العمل اللي هو عمله. طب حضرتك ماشي تمام. لا طب حضرتك اكيد متابعه على السوشيال ميديا وشايف الصوره اللي انتشرت حاليا، فانت حسيتي بايه خصوصا مع الكابشن اللي اتقال عليها؟ هقول لك حاجه، انا شايفه ان التركيز كان في المنطقه الغلط. انا طبعا يعني مبسوطه جدا جدا ان الناس شايفه ان انا سبورت احمد وكده، بس في نفس الوقت انا حاسه ان الفوكس والتركيز كان المفروض يبقى على ميداليته انجازه. انا عارفه ان ده كان اوريدي حاجه وشعب مصري، اكيد التركيز برده على ميداليته. بس طبعا انت يعني كنت دافع في اللي ده وكنت سبب في ده، فاحنا بنسال عن ده والناس اتعاطفت مع ده جدا. النظره ان هي جت طبيعيه كانت تلقائيه لوحدها، فده اللي عدم الناس محدش هو اللي عمله احمد يعني. أيوة يعني ما كانش مقصوده الصوره، ما كانتش مقصوده. انت اتبسطت انت كلمتي على مشاعرك وقتها ايه اللي كنت بتفكري فيه؟ مش عارف، انا في اللحظه دي فعلا ما كنتش بفكر، انا كنت بس فعلا متاثره جدا. وبعد كده لما شفت الصور يعني في الاول كان الموضوع بدا بالراحه، وبعدين الموضوع كتر قوي بقيت حاسه ان هي موجوده في كل حته واصحابي بيبعتوا لي وقرايبي بيبعتوا لي وكده. بس هي اظن هي معبره فعلا باللحظه واهميتها كبرها في العالم الرياضي في مصر وفي العرب وفي افريقيا وفي كل حته. هو فعلا وصل لانجاز تاريخي، ما اظنش في حد تاني يعني قريب ان شاء الله غيره هيوصل. وعرف الناس باللعب الخماسي الحديث، قبله ما كانش حد، ما كانتش مشهوره. وبرده انت كنت بتلعبي برده خماسي وبعدين بطلتي ويعني ده كله اخبار متداوله، احنا برده كلمينا عن النقطه دي. بس هو يعني انا وقفت خماسي في 2020، كنت لعيبه وكنت بلعب بطولات عالم ودخلت اولمبياد الشباب. كان بسبب اصابه او حاجه ولا كان بسبب ايه؟ اصابه جامده في كتفي، عشان بس السوشيال ميديا انا عارفه كان كذا حد بيقول ان انا حجاب ازاي برضو ده اتقال. انا اتحجبت بعدها بعد ما وقفت عشان اصابه كتفي، وبعدين لما فكرت ارجع قلت خلاص يعني انا اتحجبت فمش هينفع اعوم. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني خطه ان انا ارجع سلاح مبارزه، يعني ده اللي انا اصلا اتاهلت فيه في اولمبياد الشباب. بس تبقى موجودة في لوس أنجلوس سلاح مبارزة كلاعبة؟ مش عارفة هنشوف يعني. بس أنا من أكبر برضه النعم عليا إن أنا دخلت خماسي. أنا بشارك مع أحمد في البطولات من وإحنا صغيرين جدا، فإحنا أصحاب من وإحنا عندنا 12 سنة. فيعني طبعا هي ما كانتش حاجة أنا كنت متخيلة إن هي ممكن تحصل يعني. نقدر نقول دي قصة الحب اللي وصلت للذهب؟ اللي وصل الذهب هو احمد، بس يعني اتمنى ان انا اكون كنت جزء صغير جدا. طب يعني هل احمد قبل كل مباراه بيلعبها، خصوصا ان لعبته لعبه صعبه جدا، بيلعب 5 ألعاب في يوم واحد، فهل هو عنده طقوس معينه قبل كل مباراه بيعملها؟ طبعا طبعا، هو احمد زي ما بيقول لك بيحب يخش زون، بيبقى مركز جدا، بيحب محدش يعني يشيل الطاقه السلبيه دي حواليه، بيحب يبقى منعزل. هو بيحب يفكر كده وبيحب يركز مع نفسه، هو اكتر واحد بيحفز نفسه. وكله محتاجه ان احنا نبعد الديستراكشنز، سوري الديستراكشنز والحاجات اللي هي ممكن اللي هي تلخبطه، ونسيبه هو مع نفسه، هو بيعرف يوصل اللي هو عايزه.